السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع سورة الفاتحة مع أمي القرآن مع السبع المثاني، ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا إن هذه الجملة أو هذه الآية هي قلب الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبدك إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وقلنا قدم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة هي الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي الغاية. أما الاستعانة فهي وسيلة لتحقيق هذه الغاية، فنحن نستعين بالله لنعبده سبحانه وتعالى. ولذلك صار من المناسب أن تقدم الغايات على الوسائل لأنها أهم. إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، ولذلك يقولون: جمل معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل ممهد ليسلكه الناس. فالعبادة هي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، وهذا شرف للعبد أن يكون عبدا لله، شرف للإنسان أن يكون عبدا لله، لأنه من لم يعبد الله عبد غيره، لأن الإنسان عابد بفطرته، ما يستطيع يعيش إلا أن يكون عابدا، فطرة هكذا مفطور الإنسان. ولذلك تجد بعض الناس تستغرب منهم يعبد شجرا، يعبد حجرا، يعبد ذكرا، يعبد قردا، يعبد نملة، يعبد حشرة، يعبد أسدا، نمرا، صخرة، كوكبا، شيطانا، أي شيء، المهم يعبد، ما يستطيع إلا أن يعبد. فإذا لم يجد شيئا عبد هواه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالإنسان عابد بفطرته، فإن لم يعبد من يستحق العبادة عبد من لا يستحق، فهو إذن لابد أن يكون عابدا. ولذا يستغرب الإنسان، يعني بلد مثل الهند مثلا فيها أكثر من 500,000 ديانة، كيف يتصور الإنسان هذا الأمر؟ كيف توجد كل هذه الديانات؟ فالإنسان عابد بفطرته، لابد أن يعبد شيئا. وأنتم ترون في حياتكم من يعبد الأصنام، وعباد الأصنام مثل ما يقولون أشكال وأرناق، هذا الصنم الفلاني وذاك الصنم الفلاني وذاك الصنم العلاني وغير ذلك من الأمور. على كل حال، إذن العبادة هي التذلل والطاعة والانقياد لله تبارك وتعالى. أحوال الناس مع العبادة والاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل أن يجمع المسلم بين العبادة والاستعانة، كل مسلم يجب أن يكون عابدا لله مستعينا به، هذا هو الأصل في كل مسلم. لكن كما ذكر شيخ الإسلام تيمية يقول: الناس في هذا على أربعة أحوال. من الناس من حقق العبادة وحقق الاستعانة، وهم صفة خلق الله من الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين وأتباعهم، حققوا العبادة على ما يحب الله ويرضى، وحققوا الاستعانة على ما يحب الله ويرضى. عكسهم تماما الكفار، لا عبادة ولا استعانة، لا يعبدون الله ولا يستعينون به، وهؤلاء بالضد تماما. ثم بين هذين الفرعين أو هذين القسمين هناك قسمان آخران: قسم قدم العبادة وأهمل الاستعانة، وقسم قدم الاستعانة وأهمل العبادة. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لما جاء أهل اليمن يحجون، فكانوا لا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. يقول: فإذا وصلوا إلى مكة سألوا الناس، لأن ما عندهم يأكلون ولا عندهم يلبسون ولا عندهم كذا، يقول: نحن المتوكلون. لكن ما صبروا، فلما وصلوا سألوا الناس، فأنزل الله تبارك: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا الإنسان يستعين بالله، لكن أيضا لابد أن يبذل السبب. ولذا الله تبارك وتعالى قال لموسى: ونضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أمره أن يبذل سببا. قال لمريم:
عليها السلام وهزي إليك بجذع النخلة. وهي امرأة نفساء، الرجل القوي الكبير لا يستطيع أن يهز جذع النخلة، بل ولا رجلان ولا ثلاثة يستطيع أن يهز جذع النخلة، فكيف يأمر الله امرأة نفساء أن تهز جذع النخلة؟ يقول أهل العلم لتبذل سببا، كان يقول أبذلي سببا والباقي علينا. فمدت يدها على جذع النخل فتساقط عليها الرطب الجني. فالإنسان مأمور أن يبذل الأسباب، نستعين بالله لكن أبد أن نبذل الأسباب. فمن الناس إذن من يستعين بالله ولا يبذل الأسباب، يقول أنا مستعين متوكل على الله ولا يبذل سببا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال له الرجل أعقلها أو أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، يعني يبذل السبب وتوكل. إذن لا تكون الاستعانة ولا يكون التوكل على الله تبارك وتعالى إلا مع بذل الأسباب. ولذا لما عرف أهل العلم التوكل قالوا التوكل هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا دون حول أو قوة أو طول مع بذل الأسباب. فلا بد. إذن الاستعانة كذلك هي طلب العون من الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه مع بذل الأسباب. فالقسم الثالث هو الذي استعان بالله ولم يبذل الأسباب، وهذا مقصر. القسم الرابع هو الذي غلب جانب العبادة وأهمل جانب الاستعانة. يقول شيخ الإسلام تيمية هذا حال غالب المسلمين اليوم، يعني ينسى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، ويظن الكثير من الناس أنه يمكن أن يعمل هذا العمل، فينسى قضية الاعتماد على الله. كمثال الآن من توضأ منكم لصلاة المغرب، جاء ودخل وتوضأ، لكن هل فكر أن يستعين بالله على هذا الوضوء، على أداء هذا الوضوء؟ قد ينقطع الماء، قد يغمى عليه، قد يموت، قد أسباب كثيرة جدا قد تقع الإنسان لا يدري عنها. هل فكر أن يستعين بالله؟ هل فكر إنسان أراد أن يشتري شيئا أن يستعين بالله على تيسير هذا الأمر له؟ يقول الحسن البصري والله إني لأستعين بالله على الملح لا أجده في البيت. وإحنا كثير من الناس اليوم ما الذي ينقصكم؟ لا ينقصنا كذا وكذا وكذا. قال الحمد لله الجمعية مفتوحة، يذهب ويشتري ويرجع، ينسى قضية الاعتماد على الله تبارك وتعالى. وهكذا في جل عبادات الناس اليوم ينسون أو يهملون قضية الاستعانة بالله تبارك وتعالى. والاستعانة كما قال أهل العلم نوعان، استعانة بالله استعانة بغير الله. الاستعانة بالله هي طلب العون من الله، هذا أمر مشروع بل مطلوب، بل هو دين وعقيدة. أما الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى فهي على ثلاثة أقسام، إما أن يستعين بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، شيء لا يقدر عليه الله يطلبه من غير الله، كإنسان يسأل غير الله أن يرزقه الولد أو يدخله الجنة أو يغفر له ذنوبه، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، فلا يسأل إلا الله لأنه لا يقدر عليها غيره. ومن ذلك أيضا أن يسأل ميتا قد انقطع عمله فيأتي يسأله ساعدني افعل لي وجهني، ويسأل الميت شيء يقدر عليه الأحياء لكن الميت لا يقدر عليه. أو يسأل غائبا، يجلس هنا ويسأل رجلا في مصر أو في الشام أو في العراق أو في المغرب أو في أي بلاد الدنيا، يجلس هنا ويسأله يطلب منه، كأنه يقول هذا الذي يسمع النجوى يسمع السر وأخفى. فهؤلاء الثلاثة كلهم وقعوا في الشرك، من سأل غير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله، من سأل غائبا، من سأل ميتا، كل هؤلاء قد وقعوا في الشرك والعياذ بالله. هذا النوع الأول وهو سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الاستعانة بغير الله في شيء يقدر عليه الإنسان، مثل تقول لشخص ساعدني أحمل هذا الأمر، أوصلني إلى هذا المكان، أعني في الكتابة، اقرأ علي حتى أسمع، هذه استعانة وهذه لا بأس بها، إنسان يستعين بغيره. واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط ليدله على الطريق، فهذا لا بأس به الاستعانة
بغير الله تبارك وتعالى في شيء يقدر عليه البشر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي الذي أراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ومفهومه لو كان غير مشرك لاستعان به. وهذا جائز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان، لكن مع اعتماد القلب على الله، أن الأمر في النهاية بيد من؟ بيد الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا القسم الثاني. القسم الثالث الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان مع الغفلة عن الله، وهذا يحدث عند كثير من الناس، يتعلق قلبه بهذا الشخص، يبي شخص يوظفه، يبي شخص يساعده، يبي شخص ينجحه، يبي شخص يدليه الطريق، ينسى أن يعتمد على الله تبارك وتعالى ويتعلق قلبه بهذا الرجل. وإن كان هذا الأمر يقدر عليه هذا الرجل لكنه نسي أن يعتمد على الله، وهذا شرك أصغر، معصية لا تجوز. يجب أن يكون القلب دائما متعلقا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه أنواع الاستعانة، الاستعانة بالله، الاستعانة بغير الله. والاستعانة بغير الله ثلاثة أنواع: ما لا يقدر عليه إلا الله، ما يقدر عليه البشر مع اعتماد القلب على الله، ما يقدر عليه البشر مع عدم اعتماد القلب على الله. فقلنا سؤال غير الله والاعتماد عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا كفر، ردة. سؤال الناس ما يقدرون عليه دون الاعتماد على الله هذا شرك أصغر. الاعتماد على الناس أو سؤال الناس شيئا يقدرون عليه مع اعتماد القلب على الله هذا مباح لا شيء فيه. إذن قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله فيما يقدر عليه لا يقدر عليه البشر وما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى ثم نكمل. كم أخذنا من الوقت؟ أو نكمل نأخذ الآية التي بعدها 5-10، نأخذ 5 زيادة. بعدها يقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، هنا طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. يقول قائل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا وهو مهتدي صلى الله عليه وسلم، والصالحون والعباد يقولون اهدنا، طيب أنتم مهتدون، إنما يطلب الهداية الضال وأنتم مهتدون فلماذا تطلبون الهداية؟ فقال أهل العلم معنى هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم إما أن تكون زدنا هداية، اهدنا أي زدنا هداية، أو ها بالنسبة لغير المهتدي عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، عفوا المهتدي عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم أي زدنا هداية. المعنى الثاني أن يقول المهتدي اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الهداية. المعنى الثالث وهو معنى جميل جدا وهو أن الإنسان حارث همام، يعني أنت الآن صليت المغرب، حضرت الدرس، تصلي العشاء ثم تصلي الفجر، وفي بين الفجر والعشاء أيضا هناك أشياء تعملها، قيام الليل، بر والدين، إحسان إلى زوجة، إحسان إلى جار، يعني خير تعمله وأنت في هذه الدنيا حارث تعمل على طول إلى أن يتوفاك الله، فأنت دائما محتاج إلى هداية. فتصلي الظهر تقول اهدنا إلى أن يأتي العصر، تصلي العصر اهدنا إلى أن يأتي المغرب، تصلي المغرب اهدنا يأتي، وهكذا إلى أن تموت. فأنت محتاج إلى هذه الهداية لأنك حارث همام على طول تعمل على طول، فتحتاج إلى كل عمل مستقبل إلى هداية جديدة. حتى في الصلاة عندما تقول في الركعة الأولى اهدنا الصراط المستقيم، في الركعة الثانية تقول كذلك، في الركعة الثالثة تقول، لأن بينها أعمال، وهكذا. فطلب الهداية لأن الإنسان دائما في عمل، ويحتاج في كل عمل يعمله بل في كل حركة يتحركها إلى هداية الله له سبحانه وتعالى. والهداية هدايتان كما يقول أهل العلم: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. هداية الدلالة والإرشاد وهداية، وهذه شيء وهذه شيء. وإذا عرفنا أن الهداية هدايتان، أن هداية التوفيق والإلهام غير هداية الدلالة والإرشاد، تستطيع أن تفهم قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آية:
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال له في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت. فمرة أثبت له الهداية ومرة نفى عنه الهداية. فقال أهل العلم التي أثبتها غير التي نفاها، إنما أثبت له هداية الدلالة والإرشاد ونفى عنه هداية التوفيق والإلهام. فإذا عرف الإنسان أن الهداية هدايتان عرف أن هذه غير تلك، والتي أثبتها الله غير التي نفاها. فعندما يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتبين وتوضح هذا الطريق، هذه هداية الدلالة والإرشاد. وأما التوفيق والإلهام فبيد الله وحده سبحانه وتعالى، ولذلك قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، أي القلوب، هداية القلوب. أنت تدل ترشد توضح، لكن هداية القلوب بيد الله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، لا أنت ولا غيرك، لا أحد له شأن بالقلوب، القلوب بيد خالق القلوب سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق من أحببت. ولذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي عمه أبو طالب لكنه لم يهتدي. ومعنى الآية إنك لا تهدي من أحببت كما قال أهل العلم معنيان لها. المعنى الأول إنك لا تهدي من أحببت هدايته، وكان النبي يحب أن يهتدي أبو طالب ويتمنى ذلك، فالله جل وعلا يقول له إنك لا تهدي من أحببت هدايته. المعنى الثاني إنك لا تهدي من أحببته الحب الفطري، لأنه عمك، لأنه نصرك، لأنه رباك، لأنه كذا، لا تهدي من تحب الحب الفطري، ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ومن هذا نفهم قول الله تبارك وتعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم، من يكمل الآية؟ فاستحبوا العمى. كيف هداهم واستحبوا العمى؟ أي دلهم وأرشدهم ولم يوفقهم إلى هذا، وإنما دلهم وأرشدهم فاستحبوهم العمى على الهدى، أي لم يقبلوا هداية الدلالة والإرشاد. ومنها قول الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل، من يكمل الآية؟ إما شاكرا. فلو كان هداه السبيل أي وفقه ما يكون إلا شاكرا، لكن لما كان إما شاكرا وإما كفورا إذن هداه بمعنى أرشده وبين له ووضح له، هذه هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهي هداية أخرى تختلف عنها، ونقف هنا الآن ونكمل الأسبوع القادم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.